لمهرجان الخيول عادة يستعينوا بالهلال الأحمر في مجال إسعاف الطوارئ. وذيك هيك خدمة الهلال الأحمر كنت خاص متطوع باش انك اشتباه الإصابة عندها عالي، والحاجة الثانية مع فترة كوفيد برضو. كنت على تواصل مع الجمعية في أي مساعدات، بس سبب انضمامي في الجمعية الهلال الأحمر فقلت لها على الحوش هذا لأن الموقع التاريخي، فقلت لي غدوة بتضي لمية الحوش اللي يسكنوا فيه يبعد عن المدينة. في شاركت في هلبة حاجات للمدارس، شاركنا في بعد تبعوه كل كلمة شباب جاهزون جاهزون يسار يمين يسار تمام. انا حنوقع عليك من اول استعداد الله عليكم جاي هيك كان استعداد يلا صحيح وكل الرائع والمخيم هذه من مخيمات او من الاجراءات الاستراتيجيه للامانه العامه للهلال الاحمر الليبي، اعداد الكوادر الشبابيه من ضمنها المخيمات التدريبيه وخاصه يعني مساعده الشباب في جمع المعلومات حول اداره الطوارئ والكوارث. والان يعني خلال المده هذه المده 3 أو 4 أيام نحاول قدر الامكان صقل مواهب الشباب وتدريبهم في مجال التاهب والاستعداد لحالات الكوارث. عدد المشاركين من فروع، عدد المتطوعين، هل هي شاملة ليبيا كلها؟ هل تحكي لنا تفاصيل أكثر عن المخيم؟ عدد المتطوعين أكثر من 100 متطوع على مستوى فروع الهلال الأحمر الليبي، والفروع دائما يعني يتم اختيار الشباب القادرين على عملية الاستجابة في حالة الطوارئ. كلمة توجهها للشباب المشاركين خلال هذا المخيم، شنو النصيحة اللي توجهها لهم؟ والله إن احنا في هذه الفترة الوجيزة حقيقة يعني الشباب بإذن الله حققوا إنجازات كويسة في عملية التأهب والتدريب، وفي نفس الوقت خلقنا موهبة التعاون والتعارف بين الشباب وهذه مهمة جدا. وفي نفس الوقت شباب حاول يعني أنتم عارفين أن قضاء الوقت الفراغ الشباب يتم عن طريق المؤسسات الأهلية والشبابية والجمعيات، من ضمن جمعية الهلال الأحمر حاولت قدر الإمكان تسخير كافة جهودها لتدريب المتطوعين في مجال إدارة الكوارث.